والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحسنت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثالث في تفسير آيات الأحكام من كتاب الله عز وجل، ولمناسبة هذه الليالي الفاضلة قرأ القارئ جزاه الله خيرا هذه الآية العظيمة، وهي قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية أيها الإخوة لها دلالتان: دلالة سياق ودلالة لفظ. فأما دلالة سياقها فإنها معتبرة، وقد تقرر عند أهل العلم أن القرآن معجز بلفظه وبمعناه وبنظمه، ونظم القرآن يشمل ترتيب آياته وترتيب سوره وترتيب جمله كذلك. ولذلك فإن دلالة السياق والسباق في هذه الآية يدلنا على معنى، إذ الله عز وجل أورد هذه الآية بعد قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام، ثم ذكر تتمة الآية. فدلالة سياق هذه الآية وسباقها يدل على أن الدعاء له فضل وشرف حال الصيام وفي شهر رمضان، وهو كذلك. وقد جاءت السنة مبينة ومفسرة للقرآن، تبين مجمله وتقيد مطلقه وتفسر الظاهر من معانيه. فقد جاء في السنة ما يدل على هذا المعنى، فقد جاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه شهر رمضان اجتهد في الدعاء، وهذا الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، ودلالة القرآن كذلك مطلقة، مما يدل على أن المسلم يجتهد في الدعاء في شهر رمضان كله، ويجتهد في الدعاء في حال صيامه كله، يشمل ليله ونهاره، ويشمل حال صلاته وغيرها، ويشمل ذلك حال الصوم وحال الفطر، ويشمل ذلك مطلق الدعاء بأن يدعو بما شاء. ومع هذا الدعاء المطلق المستحب في رمضان كله وفي نهار وحال صوم الصائم، إلا أن السنة قد جاءت كذلك مؤكدة على أن دعوة الصائم مستجابة. فروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وحسن الحديث الترمذي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، وذكر منها دعوة الصائم، ومنها دعوة الوالد لولده أو على ولده على اختلاف الرواية، ومنها دعوة المظلوم على ظالمه. وقد جاءت السنة مع إطلاق مشروعية الدعاء في شهر رمضان كله، جاءت مقيدة ومؤكدة على أمور تكون تلك الأمور مستحبة أفضل من غيرها لفظا، وأفضل من غيرها من حيث الزمان. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو فعل ما فعل على هيئة ما فعل لأجل أنه فعل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا ببيان قوله وبيان فعله على أمور متعلقة بالدعاء في هذا الحال وفي هذا الشهر بالخصوص. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع اجتهاده في الدعاء في الشهر كله وبجميع الأدعية
إلا أن هناك أدعية تتأكد أكثر من غيرها في هذا الحال. جاء عند ابن خزيمة والبيهقي من حديث سلمان رضي الله عنه، وما زال أهل العلم يريدون هذا الحديث في مقام ذكر فضائل شهر رمضان. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أظلكم شهر كريم فأكثروا فيه من خصلتين لا غنى لكم بهما وخصلتين ترضون بهما ربكم. فأما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والاستغفار، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فسؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار. هذا الحديث يدلنا على أن من الأمور التي يتأكد فعلها والدعاء بها في هذا الشهر الكريم هذه الجمل الأربع: الإكثار من لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الكلمة هي ذكر لله عز وجل وذكر الثناء على الله عز وجل يكون مقرونا دائما مع ذكر الطلب. والجملة الثانية أن يكثر العبد من الاستغفار، فإن أحوج ما يكون العبد أن يستغفر الله عز وجل، فيسأل الله عز وجل المغفرة لذنبه، ويسأل الله عز وجل العفو عنه وعما أخطأ وما حدث منه. وقد جاء عند ابن ماجه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان إذا أفطر قال: اللهم إني أسألك مغفرتك. وجاء أن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أرأيت إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا من أعظم الدعاء في هذه الأيام الفاضلة الدعاء بالاستغفار، استغفر الله عز وجل. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، كذا روى الدارمي في السنن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لزوم الاستغفار قد يغني المرء عن كثير من الأدعية، وقد يجعل الله عز وجل له بسبب هذا الاستغفار تحصيل ما كان يرجو وتحصيل ما لم يخطر في باله. وأما الدعوة الثالثة والرابعة فهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وخصلتان لا غنى لكم عنهما وهما سؤال الله الجنة والاستعادة من النار. إن من أفضل الأدعية أن يدعو المرء دائما في سنته كلها وخاصة في رمضان أن يجيره الله عز وجل من النار وأن يدخله الجنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجير بالله عز وجل من النار إذا أصبح وإذا أمسى سبعا. وكان رجل قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك معاذ، أي في الأدعية التي يدعو بها. قال: فماذا تقول؟ قال: قل. قال: إني أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنا حولها ندندن أو حولها ندور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن خير الآخرة كله إنما هو متعلق بالنجاة من النار وسؤال الله الجنة. فإذا أراد امرؤ أن يسأل خير الجنة فليسأل الله عز أن إذا أراد امرؤ أن يسأل خير الآخرة فليسأل الله عز وجل الجنة وليعيذ وليستعذ بالله من النار. فإذا كان كذلك حمى الله عز وجل أهل الجنة من الوقوع في المعاصي وسهل لهم طريق الطاعات في الدنيا. هذا الأمر الأول وهو أفضل ما يدعى في هذه الأيام. ومما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن في حال صوم المرء أوقات يكون فيها دعاء مستجابا. فقد روى الإمام أحمد في الحديث المتقدم الذي أوردت بعضه في أول هذا الحديث، وكذا الترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد. وذكر من هذه الدعوات الثلاث قال: ودعوة الصائم حتى يفطر، كذا رواه أحمد، وفي لفظ عند الترمذي وحسنه الترمذي وكذلك: حين يفطر. ولا تعارض بين الروايتين، لأن حتى لانتهاء الغاية، والعرب تستعملها استعمالين: استعمال يدخل المغية فيها، تدخل الغاية في المغية، واستعمال وهو الأصل أن لا تدخل الغاية فيه، وإنما يكون ذلك بقرينة.
وقد وجدت القرينة وهو اللفظ الثاني حين يفطر. فنستفيد من مجموعي الحديثين أن المرأة يستجاب دعاؤه إن كان صائما وله دعوة مستجابة من حين إمساكه في أول نهاره من طلوع الفجر إلى حين ابتداء الفطر. قال شراح الحديث كالمناوي وغيره: ومعنى قوله حتى فطره يحتمل احتمالين، إما فطره الفعلي بأن يفطر أكلا، أو فطره الحكمي بأن يأتي وقت فطره وهو غروب الشمس الذي نعرفه بأذان المغرب. إذن فيكون المرء عنده دعوة مستمرة من ابتداء صومه إلى أن يأتي وقت فطره، إما فعلا أو حكما. واللفظ الثاني يدلنا على أن ما بعد حتى داخل فيما قبلها، وأن الغاية تدخل في المغيى، لذلك جاء في الحديث حين يفطر. ومعنى قوله عليه الصلاة حين يفطر أي أنه بعد دخول وقت فطره وبعد شروعه في أكله، فإنه في هذه الحالة له دعوة مستجابة. وهذا الذي فهمه جماعة من أهل العلم، فقد ذكر جمع من المحققين كابن نصر الله التستري وغيره أن ظاهر الحديث يدل على أن الدعوة المستجابة تكون بعد شروعه في فطره وبعد دخول وقت فطره، فحينئذ تمتد تلك الدعوة إلى قبل تناوله الطعام وما بعدها ما لم يطل الزمن. وهذا حق، فإن المرأة إذا انشغل الناس بأمور الدنيا بيعا وشراء أو أكلا وانشغالا بحديث، فإن العبادة عند انشغال الناس أفضل. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أفضل العبادة قال: أفضل العبادة العبادة في الهرج. حينما ينشغل الناس بأمر من أمور الدنيا فينشغل المرء وحده، فينشغل بطاعة الله وذكره ودعائه، فإنه في هذه الحالة يكون ذلك الانشغال أفضل وأتم. ومما جاء في فضل الدعاء في شهر رمضان، لأن الآية جاءت بعد آية رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن من أفضل العبادات التي تعمل في شهر رمضان الدعاء، وهذا الذي عرفه الصحابة من الآية ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركت ليلة القدر ماذا تقول، فسألته عن أفضل عبادة أو من أفضل العبادات التي تفعل في ليلة القدر، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على أن من أفضل ما يفعل في ليلة القدر هو الدعاء، ومن أفضل الدعاء هذه الجملة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن فالدعاء في رمضان فاضل، في ليلة القدر وفي العشر الأواخر التي نحن في أوائلها الآن كذلك فاضل، لأننا لا نعلم متى تكون ليلة القدر من هذه العشر الأواخر، وفي شهر رمضان كله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء فيه. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعنون بدعاء القنوت في الوتر الذي يأتي بعد التراويح، فقد ثبت أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقنت بالمسلمين في النصف الثاني من شهر رمضان، مما يدل على تأكد استحباب القنوت في النصف الثاني أي آخر شهر رمضان. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يقنت في الوتر في رمضان كله. ولذا قال الإمام أحمد وهو من فقهه: إذا قنت المرء في رمضان، يقصد الإمام في التراويح، في رمضان كله فهو أحب إلي لأنه دعاء. قصده والدعاء مستحب في شهر رمضان. إذن عرفنا الدعاء في وقته، وعرفنا الدعاء في صيغته، وتعلق هذا الدعاء بشهر رمضان باعتبار سياق الآية. وأما دلالة لفظ الآية فإن الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني، جاء أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: هل الله بعيد فنناديه أم أنه قريب فنناجيه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل قريب، قريب عند ابتداء الدعاء، قريب في الإجابة كذلك. فلا يحملن امرؤ هم دعائه
باعتبار وجود باسطة، فإنه لا وسائط بين العبد وبين ربه. أجل الناس وأولى الناس بإجابة الدعاء من كان قلبه ممتلئا توحيدا وإفرادا للعبادة له سبحانه وتعالى، فلم يدع غير الله ولم يجعل حاجته عند غيره سبحانه وتعالى. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، من دعا غير الله فهو على باب خطير. لا تدعو غير الله، لا تسأل غير الله، ولو كان ذلك المدعو وليا مقربا أو نبيا مرسلا أو ملكا كذلك، لا تدعو إلا الله، فإن الدعاء عبادة. ومن صرف هذا الدعاء لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل عبادة لا يجوز صرفها لغيره. ولذلك قال الله عز وجل: فإني قريب. هو قريب في إجابته، ولذلك فإنهم يقولون إن الفاء هذه فاء التعقيب، يدل على أن الإجابة قريبة. وقوله سبحانه وتعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، كل موضع في كتاب الله عز وجل إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وحكى الله عز وجل سؤال الناس قال الله عز وجل قل، إلا في هذا الموضع، فإن الله عز وجل لم يقل قل، وإنما قال: فإني قريب أجيب دعوة الداع. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ففي هذا دليل على أن القرب قرب حقيقي حتى في التبليغ، في تبليغ حكم الله عز وجل، فإن الله عز وجل قريب منك، فاستشعر قربه واستشعر دنوه من الآدميين وأنه يسمع دعاءك. ولذلك فإنه لا يستحب رفع الدعاء، رفع الصوت بالدعاء، وإنما يسمع المرء نفسه. وبعضهم يقول يكفي أن يحرك المرء لسانه وشفتيه، وهذه مسألة مشهورة في كتب الفقه وغيرها، حينما قالوا ما أقل الكلام، فحكى أبو الخطاب والنووي والشيخ تقي الدين الإجماع على أن الكلام لا يكون كلاما، دعاء أو قراءة أو غيره، حتى يحرك الآدمي لسانه وشفتيه. فأقل ما يسمى دعاء أن تحرك لسانك وشفتيك، ثم بعد ذلك يأتيك الجواب: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقول الله عز وجل: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا يدل على أن كل دعاء فإنه يجاب، كل دعاء يجاب ما لم يكن هناك مانع. وبعض الناس يقول: أبحث عن أسباب تكون لإجابة الدعاء. نقول: بل الآية تدل على أن كل دعاء يجاب إلا أن يكون مانعا، وسأذكر بعض الموانع على سبيل الجملة بعد قليل. ولكن الخطأ أن بعض الناس يظن أن إجابة الدعاء تكون بتحقق ما سأل فقط، وهذا غير صحيح. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا دعاء فأجاب الله دعاءه فإنه لا يخلو من ثلاث درجات. أول هذه الدرجات أن يعطيه الله عز وجل سؤله، وأن يكفيه الله عز وجل ما استعاذ منه، وهذا من أقل درجات إجابة الدعاء. ثم من درجات إجابة الدعاء أن الله عز وجل يكف عن العبد من الشر أعظم مما دعا. إن العبد أيها الإخوة لا يعلم صالح نفسه على كماله، ولا يعلم ما يكون في مستقبل أمره، فلربما كان المرء قد فعل فعلا أو أراد أن يهم بأمر وفي ذلك الأمر هلاكه وحتفه، ولكن الله عز وجل برحمته بعباده يصرف عنه بعض الشر بسبب دعائه الذي دعا به ولم يعطى ظاهر سؤاله. والدرجة الثالثة، وقد تكون هي أعظم درجات إجابة الدعاء، أن العبد إذا دعا الله عز وجل أعطاه الله عز وجل بدل ذلك خلفا في الآخرة، رفعة في الدرجة وتكفيرا للسيئة وحجابا عن النار. وكل خير في الآخرة إذا قيس بخير الدنيا فإنه أعظم وأجل وأكبر وأنفع للعبد. ولذا فإن كل دعاء ما لم يكن هناك مانع فإنه مستجاب، إما بإعطاء السؤل أو بأن يكف عن العبد ما هو أشد وأعظم، وإما أن يدخر له يوم القيامة علوا في الدرجة ورفعة فيها في المنزلة وتكفيرا للسيئة ونحو ذلك من رحمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
قول الله عز وجل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي تحتمل احتمالين كلاهما صحيح، إما أن الاستجابة والإيمان مطلق، وإما أن تكون الاستجابة والإيمان مقيد بالدعاء، وهذا أحدهما متضمن للآخر. فأما الأول فإن معنى قول الله عز وجل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أي فليستجيبوا لأوامر الله عز وجل، فما أمر الله به فعلوه، وما نهى عنه انتهوا عنه، وليؤمنوا بي فليؤمنوا به سبحانه وتعالى على كامل الإيمان. فتكون هذه الآية جامعة لنوعي التوحيد، توحيد الإلهية فليستجيبوا لي، وتوحيد الربوبية وليؤمنوا بي. ومن آمن بالله عز وجل واستجاب له فهو المؤمن حقيقة، إذ الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وهذا هو الذي يظن استجابة دعائه. وأما على المعنى الخاص أي فليؤمنوا بي وبأن الله عز وجل يجيب الدعاء وليستجيبوا لأمري في الدعاء. فنبدأ أولا بقول الله عز وجل فليستجيبوا لي في الدعاء، ما معناها؟ فقوله سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي في الدعاء أي بالمعنى الخاص، وهو داخل في المعنى العام الذي ذكرته قبل قليل، أي فلا يدعو إلا بما شرعت، فلا يدعو غير الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح من أول الآية، ولا يدعو بدعاء فيه اعتداء، وقد قال الله عز وجل ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فمن الاستجابة لله عز وجل التي هي شرط إجابة الدعاء ألا تعتدي، حيث ذكر الله عز وجل في تلك الآية، قال بعض الصحابة كابن عباس وغيره الاعتداء في كل شيء ومنه الدعاء. إن بعض الناس يدعو بأدعية ولكن اعتداءه في دعائه يكون مانعا من إجابة دعائه. إن من الاعتداء في الدعاء الاعتداء في المدعو والاعتداء في الصفة. فأما الاعتداء في المدعو فأن يدعو المرء بإثم، أو يدعو بقطيعة رحم، أو يدعو بما لا يجوز له الدعاء به مما لا يجوز عقلا أو لا يجوز عادة أو شرعا مما هو من خصائص الأنبياء والمرسلين وغيرهم. فلو دعا امرؤ أن يجعل الله عز وجل عمره دائما بلا موت فنقول هذا اعتداء، وغير ذلك من صور الاعتداء بصفة المدعو، فلا يجوز الدعاء بما لا نهى الشارع عن الدعاء به. ومن الاعتداء في الدعاء الاعتداء في الصفة، وقد بيّن أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من الاعتداء في الدعاء في الصفة أن يدعو المرء بدقائق الأمور فإنها سبب لعدم إجابة دعائه. جاء أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنا له يدعو بدقائق الدعاء فقال يا بني إذا سألت فاسأل الله الجنة واستعذ بالله من النار، فإن الله عز وجل يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي أقوام يعتدون في دعائهم. إذن إذا دعوت فاسأل الله المجملات، اسأل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، اسأل الله عز وجل الأمور العامة دون تفاصيلها، وكل له سبحانه وتعالى أن يختار لك تفاصيل الأمور. هذا الأمر الأول من الاعتداء في صفة المدعو في صفة الدعاء. من الاعتداء كذلك البحث عن السجع والتكلف فيه حتى يكون السجع حين ذاك هو المقصود لا المطلوب والمعنى. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري معلقا أنه نهى عن الدعاء بالسجع كسجع الكهان، ولذلك المسلم إنما يدعو بما حضر في قلبه. ولا شك أن أعظم الدعاء وأجمله جمالا وإجمالا هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليحرص المسلم على حفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية صحابته رضوان الله عليهم، وأعظم ذلك الدعاء الوارد في القرآن. وليؤمنوا بي أي وليؤمنوا بي أني أستجيب الدعاء. وهنا مسألة، فإن من الإيمان بأن الله يستجيب الدعاء فإن الإيمان بأن الله عز وجل يستجيب الدعاء داخل في الإيمان بقدر الله عز وجل، إذ أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وإن من الإيمان بالقدر ومراتبه الأربع الإيمان بمرتبة الكتابة، وهذا يتعلق بالدعاء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما غير القدر
وما رد القدر إلا الدعاء. فالدعاء يرد القدر ويغيره. ومعنى تغييره للدعاء ومعنى تغيير الدعاء للقدر ما جاء في كتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال علي رضي الله عنه حينما قرأ هذه الآية قال: إن لله عز وجل كتابان، كتاب في السماء الدنيا تنظر فيه الملائكة فتتنزل بالرزق والقطر وقبض الروح وغير ذلك، فهذا يمحو الله عز وجل فيه ما يشاء ويثبت، مكتوب فيه أن رزق فلان كذا فإن دعا زيد فيه وإن ترك الدعاء نقص منه، مكتوب أن عمره كذا فإن بر والديه ووصل رحمه زيد في عمره وإن ترك ذلك نقص من عمره، وهكذا من الأمور التي قدرها الله عز وجل. هذا الذي يمحو الله ما يشاء فيه ويثبت. فالدعاء يغير ما في الكتاب الموجود في السماء الدنيا، وأما الكتاب الذي عنده وعلمه سبحانه وتعالى فلا يتغير ولا يتبدل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن فمن الإيمان بالقضاء والقدر ومن الإيمان بالدعاء الذي هو شرط لإجابته أن تؤمن أن الله عز وجل يستجيب الدعاء، ومن استجابة الدعاء تغيير المقدور والمكتوب في السماء الدنيا الذي تتنزل به الملائكة ولتنظر أرزاق العباد. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقول الله عز وجل لعلهم يرشدون أي لعلهم يدلون إلى طريق الرشاد والهدى، فإن من أصاب الرشاد في طريقه بمعرفة الشيء ومقدماته، فإن المرء لا يرشد إلا بمعرفة الطريق السالك، فإنه حينئذ يكون الناجي والفائز. ولن يستجيب الله عز وجل دعاء عبد إلا إذا آمن به واستجاب له، آمن به الإيمان الكلي وآمن به الإيمان المتعلق بالدعاء، واستجاب له الاستجابة الكلية والاستجابة المتعلقة بالدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه والحفظ والعلم لكتاب الله عز وجل. وأسأله سبحانه أن يذكرنا ما نسينا منه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه. وأسأله جل وعلا أن يخلص لنا نياتنا ويصلح لنا في ذرياتنا وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويوفق ولاة أمرنا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لك شيخ محمد.